طيب الاول بس خلينا نحط الحاجات دي فوق بعضها. عندنا هنا اللحمه هنحط لها بصل جزر. خلينا نقرا لكم الوصفه حالا. عايزين نص كيلو لحمه مفرومه من غير دهن، لان ده بانيه توفير صحي. طيب فعايزين نص كيلو لحمه مفرومه من غير دهن، وعايزين بصله مبشوره، وعايزين جزره مبشوره وكوسه مبشوره، تلت كوبايه برغل منقوع بالميه ومتصفي اللي هو ده، وعايزين ملح وفلفل، ومعلقه صغيره بابريكا، معلقه صغيره بشر ليمون، اتنين بيض، اتنين بقسماط، معلقتين كبار زيت، وعايزين البخاخ بتاع الميه ده علشان خاطر البانيه هيتحط في الفرن. فطبعا عايزين صينيه علشان نحط البانيه في الفرن، وايه ونرشه بس بشويه زيت صغيرين جدا. الفرن عندنا مولع، نتاكد بس. تمام اوكي خلاص. دلوقتي خلينا نعجن كل الحاجات اللي عندنا مع بعضها. مين معانا؟ رحمه. اهلا يا رحمه. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. ازيك يا رحمه، اخبارك ايه؟ الحمد لله كويس. كله تمام؟ اه الحمد لله. ازي حضرتك؟ تمام، انا مبسوطه قوي اني سمعت صوتك. ايه الخط راح، معلش. طيب حطينا هنا كل المكونات اللي عندنا، وهنبتدي نعجنها وهنشكلها بعد كده على شكل البوفتيك اللي هو البانيه. بس احنا بتاعنا صحي لاننا عاملينه بره، مش عاملينه في الفرن، لاننا مدخلين له خضار، لاننا مدخلين له برغل، هنعمله في الفرن مش بره زي ما اتفقنا عشان يبقى صحي على الاخر يعني. فدلوقتي انا خلطت الخضار اللي عندنا بالملح بالفلفل بالبابريكا بالكوسة بالجزر بالبرغل المنقوع، وهنبتدي دلوقتي نشكله باشكال كبيرة شوية كأنه بفتيك يعني. خلاص، فهو مش لازم يكون واخد شكل معين، لانه هو البفتيك بيبقى شكله ملوش شكل يعني، مره حته كبيره حته صغيره. فيعني هنشكله بالشكل ده، وبعدين هنحطه في الفرن بعد ما نبخه بشويه زيت. بس عايزه اوريكم احنا هنعمل ايه دلوقتي. خليني بس اعمل لكم كده قطعتين. يي على ورق سفره واللي حصل له. يلا، ازيك يا شهاب؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يا اهلا بيك، ازيك؟ بعد اذنك بس عاوز اعرف اسمه ايه ده، طريقه صوص الشوكولاته. الشوكولاته البيتي يعني؟ اه بس اللي هو التقيل. اه اللي بيدهن بالبرطمانات؟ بالظبط. طيب حاضر، هقول لك الوصفه بعد الفاصل، هيكون الاعداد بس طلعها عشان خاطر ادي لك المقادير بتاعتها مظبوطه. حاضر من عيني. طيب بعدين هنعمل كده، هنقطع كل الكميه اللي عندنا بالمنظر ده، وبعدين هنحطها في البيض، وبعدين البقسماط. خلاص كفايه دول، خلينا نجيب دلوقتي بولات ونكمل. اهلا يا زينه. الو. انا زينة. اهلا وسهلا يا رودينا، اخبارك ايه؟ الحمد لله. ازيك انت يا سام؟ حلوه قوي اللي انت عاملاها دي. عجبتك؟ اه. طب انت لو قريبه ايه رايك تيجي وتاخديها؟ انت قريبه ولا بعيد؟ لا انا بعيد. يا خساره، كنت هديها لك. طب خلاص معلش، مره تانية ان شاء الله تكوني قريبه مننا ونعمل لك حاجه من عيني يا حبيبه قلبي. طيب هناخد دلوقتي البقسماط ونحطه هنا كده. احنا هناخد بس اللي عندنا نعمله دلوقتي، هناخد
لحمة هنحطها في البيض، تمام؟ بعدين في البقسماط وبعدين في الصينية. فدلوقتي هنحط أول حاجة اللحمة في البيض بالشكل ده، وبعدين هناخدها نحطها في البقسماط. كمان واحدة. وبعدين في البقسماط، وبعدين بالإيد التانية كده علشان تفضل الإيد التانية ناشفة، نعمل دول كده كده اهو، ونروح واخدينها حاطينها في الصينية بتاعتنا. بالشكل ده. طيب طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ عايزة اوريكو. هناخد الزيت اللي عندنا اهو، ومعانا منى. اهلا يا منى. مساء الخير مدام غادة. يا مساء الفل، اهلا وسهلا. كنت عايزة اسأل حضرتك على الكفتة اللي انت بتعمليها دي، لو انا قليتها يعني بعد البيض والبقسماط قليتها في الزيت تفك علشان الكوسة والجزر؟ ولا اقول لك على حاجة، خلينا ناخد واحدة ونحطها دلوقتي مع بعض في الزيت، لان احنا مولعين زيت بالصدفة كده يعني. ماشي يلا اهي. تمام، هنخلي بس النار دايما وسط، وهي هنخلي دي في الزيت. تمام، وهناخد دي اللي عندنا، هنحط دلوقتي زيت في الازازه بتاعتنا اهي هنا كده اهو. خليها دايما الازازه دي، احنا هنخليها دايما متشاله عندنا لما بنحب نشوي حاجه في الفرن، ونحط لها شويه زيت صغيرين. طيب ثانيه واحده بس نشوف دي ازاي بتشتغل. خليني اشوف ده حصل فيه ايه. واضح الزيت كان عالي شويه. خلاص تمام اهي، ولا بصي اهي ولا فكت ولا حصل لها اي حاجه، شايفه اهي؟ بالعكس دي قربت تتحرق وما حصل لهاش حاجه. تمام اهي، خلاص نحطها في الطبق هنا ونشيل ده من على النار.